بالشكل الحديث. خلاص الطفل بياخد العلاج الانيمي كشوكولاته في السندوتش، معلقه سكر معلقه بالليل من منتجات الدكتور حسين. لا بقى تجري وراه ولا تضربه ولا انك انت تتحايل عليه عشان خاطر ان هو ياخد لا، ده هو بيقول لك اديني انا عايز سندوتش شوكولاته. وخلال اقل من شهر بدات، يعني انا فعلا انا ما كنتش مصدق، انا قلت يعني دكتور حسين بيبيع شوكولاته بصراحه يعني. فاخدت علبه وجربتها مع اولادي، كان ليا ابني 10 سنوات بيعاني من الانيميا، وطبعا انا دكتور صيدلي وعندي صيدليه وبديل، مفيش اي وقت استجيب. شهر ونص بالظبط ارتفعت نسبه الانيميا اللي عنده 3. انا ما كنتش مصدق والله. شيء جديد جدا ان مصر تغير مفهوم الدواء للاطفال، يعني بدل ما انت النهارده بتجري وراه وتضربه وحضرتك شميته دواء الحديد بتاع الاطفال بيحبش جدا. طب لما ياخدوا بقى شوكولاته. انطلقت كليه الاداب جامعه عين شمس برئاسه الدكتوره العميده الدكتوره سوزان القليني حمله بعنوان شباب وشابات بلا انيميا، واختارت واحد من الناس البرنامج كي يكون راعي لهذه الحمله، راعي اعلامي، وكانت تحت رعايه وزير الصحه والشباب والرياضه والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراه. مرض الانيميا من اخطر الامراض، النسبه اللي عندنا اللي هتشوفوها في التقرير 40%. عشان كده الحملة دي بدأت، وعايز أقول لكم إحنا بندعو ومستمرين في هذه الحملة إنها تستمر في كل أنحاء مصر. بعد ما دشنا الحملة في جامعة عين شمس إن شاء الله إحنا هنكمل، هنروح العشوائيات، هنروح قرى، هنروح أماكن كثيرة جدا في إبلي، وبعدين ننتقل لبحري عشان هنعمل تحاليل، ومعانا شركة محترمة جدا اللي هي الشركة الراعية للمنتج اللي بياخدوه. وبعدين الدواء النهارده بتاع الانيميا بقى حاجه لطيفه جدا، شوكولاته، يعني حاجه طعمها كويس بتاكله بترفع لك نسبه الحديد او الهيموجلوبين في الدم. الحقيقه الحمله دي جت في وقتها، لان مع وجود نسبه 40% انيميا في مصر، ده معناها ان احنا نص الشعب المصري تقريبا عنده فقر دم. حملة بتبدأ بقياسات للأنيميا للشباب، والحقيقة القياسات بأجهزة حديثة خالص ما فيهاش سحب عينات دم نهائي، ودي ميزة بحيث ان احنا نشوف نسب فعلا الأنيميا اللي موجودة عند الشباب في الجامعة، وبعدين هنتابعهم لمدة شهر من خلال التوعية والتغذية وكده، وبعدين هنرجع نعيد القياس مرة أخرى عشان نشوف نتيجة التجربة. الحقيقة إن شاء الله إحنا بدأنا التجربة من أداب عين شمس، إنما هننطلق بيها بعد كده. أولا هنغطي مراكز الشباب كلها على مستوى الجمهورية كلها، وده بالاتفاق مع معالي وزير الشباب. كمان احنا هنغطي الجمهورية كلها على مستوى المجلس القومي للمرأة من خلال لجان المحافظات في المجلس القومي للمرأة عشان مخاطبة السيدات. كمان ان شاء الله هننطلق بحيث انها تبقى حملة معمولة كمان في العشوائيات بتخاطب اللي موجودين في العشوائيات. الحقيقة احنا بنهدف انه الحملة تتحول الى حملة قومية كبيرة جدا، لانه تأثيرات الانيميا خطيرة جدا على الناتج القومي. حملة مهمة جدا، لان الحملة ديت بتوضح او بتحاول توصل للمواطن هل المواطن صحته سليمة 100% ولا عنده مشاكل، خاصة في مجال الانيميا او اللي هو فقر الدم، لان الانيميا او فقر الدم بتاثر على نشاط الانسان وعلى تفكيره الذهني وعلى نشاطه الذهني ونشاطه الجسماني. الحمله دي حمله توعيه حقيقيه ايجابيه، من خلالها بنحس شباب على ان هي ينور للاخر، وخيركم للناس انفعكم للناس. الحمله زي ما قلت هي بتبدا النهارده من عين شمس، هتروح للعشوائيات بعد كده. دورنا كواحد من الناس ان احنا بندعو الناس ان هي تقبل على فكره ان هي يتم الكشف عنها فيما يخص تحاليل دم، وبتتم بشكل بسيط جدا ما فيهوش اي يعني اصابات زي الاول. هدف ان احنا عندنا نسبه كبيره جدا من المرضى اللي عندهم انيميا ما يعرفوش، لان احنا بطبيعه الجغرافيه عندنا ثلاثينية بحر متوسط منتشره بشكل كبير، فاحنا بنعالج هذه المشكلات، بنحث الشباب على ان هم يكشفوا ويتاكدوا، بنديهم العلاج، والعلاج جاي يعني بشكل جديد خالص. هنروح بعد كده على عشوائيات القاهره والجيزه، هنطلع على ابلي وبحري، وهنعمل نفس اللي عملناه قبل كده في موضوع فيروس سي، ان احنا نعمل تحاليل بسيطه جدا، واحنا بنقدم مش تحاليل بس، احنا بنعمل التحاليل وبنقدم العلاج، يعني بنعمل تحاليل وبنقدم العلاج عشان خاطر
المريض يعرف انه عنده انيميا وبعدين بنقدم له العلاج اللي هو يخليه يشفى ان شاء الله من عندنا. مشاركتنا مشاركه البرنامج والمؤسسه، احنا الراعي الاعلامي للحمله، ودورنا ان احنا بنحث الناس على ان هم يقبلوا على فكره الكشف المبكر على موضوع الانيميا. والحقيقه هي الحمله انا شايف انها بدايتها قويه، وان شاء الله تداعياتها هتكون اقوى ان شاء الله لما هتروح بقى المناطق العشوائيه والمناطق الفقيره، ان شاء الله يبقى ليها مردود كبير باذن الله.